الآن أدعو الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والرئيس الشريك للجنة التسيير المشتركة المعنية بمتابعة تنفيذ إطار التعاون، لإلقاء كلمتها الافتتاحية على سيادتكم. لتتفضل سيادتها. Ladies and gentlemen, Minister of International Cooperation رانيا المشاط، please. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زميلاتي وزملائي السيدات والسادة الوزراء أعضاء الحكومة المصرية، السيدة إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر والفريق القطري للأمم المتحدة، السيدات والسادة رؤساء مديري وممثلو المنظمات الإنمائية وكالات الأمم المتحدة وسفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحضور الكرام، يسعدني بداية أن أرحب بكم جميعاً في هذه الفعالية الإنمائية الهامة التي تدشن لمرحلة استراتيجية جديدة في علاقات التعاون المشترك مع أحد أكبر وأعرق المنظمات الدولية وهي منظمة الأمم المتحدة، حيث نحتفل بإطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة 2023-2027. كما أود أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تشريف سيادتكم ورعايتكم لهذا الحدث، والذي يمثل الاحتفال الثاني خلال ذات الأسبوع في إطار إطلاق استراتيجيات التعاون الإنمائي. وبذلك تكون مصر قد انتهت من إعداد وصياغة استراتيجيات التعاون الإنمائي الجديدة مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف، والتأسيس لإطار متكامل من التعاون الدولي والتمويل الإنمائي An Integrated Development Cooperation Framework عن السنوات الخمس القادمة، بما يلبي الأهداف والأولويات الوطنية واحتياجات المواطن المصري. الحضور الكريم، إن ما نشهده اليوم ليس بمعزل عن الواقع وما به من مصاعب وتحديات، ولقد شهدنا جميعاً منذ قليل توثيقنا لنماذج واقعية على الأرض لما يتم من مشروعات وبرامج يساهم فيها وينفذها كافة الأطراف ذات الصلة، ويقوم المجتمع المدني بدور فاعل بها ليستفيد منها كل القائمين على أرض مصر. لذا فليس علينا سوى التضامن من أجل العمل سوياً، وهو ما تقوم الحكومة المصرية جاهدة عليه. ولقد حرصت وزارة التعاون الدولي إعمالاً للمهام الوطنية المنوطة بها على تعزيز فرص الاستفادة من الشراكات الدولية عامةً ومن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة على وجه الخصوص. ترتبط مصر والأمم المتحدة بعلاقات مستدامة وطويلة الأمد منذ تأسيس المنظمة، كما تعتز مصر بالشراكة الإنمائية مع البرامج والوكالات الأممية المتخصصة، تلك الشراكات التي ترسخ لمبادئ التعاون متعدد الأطراف والتضامن بين الشعوب والحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتحقيق التنمية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة وحقوق الإنسان، فضلاً عن التصدي بقوة للتحديات الإنمائية مثل التغيرات المناخية والأوبئة، وضمان عدم تخلف أحد عن الرقب leaving no one behind، وهو ما يتفق مع مبادئ الميثاق العام للأمم المتحدة. وأود هنا أن أثمن جهود وزارة الخارجية المصرية الموقرة وبعثات مصر لدى الأمم المتحدة وسفارات مصر بالخارج على ما يبذل من جهود مخلصة في هذا الشأن. الحضور الكريم، أود سريعاً أن أستعرض معكم تطورات علاقات التعاون المشترك مع الأمم المتحدة والبرامج والوكالات الأممية، حيث بدأت الأمم المتحدة أنشطتها في مصر منذ عام 1948، ويوجد حالياً ما يقرب من 32 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً للأمم المتحدة، بما في ذلك المكتب الإقليمي، المكاتب الإقليمية والوكالات غير المقيمة. وعبر الأعوام المختلفة تطورت أطر الشراكة والتعاون بين مصر والأمم المتحدة، أخذاً في الاعتبار تطورات المشهد العالمي ومتطلبات التنمية والنمو وما يرتبط بهما من قضايا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. واتساقاً مع ذلك وترسيخاً لهذه الشراكة، تم إطلاق برنامج التعاون مع مصر عن الفترة 2002-2006، ثم تبعه إطلاق ثلاث أطر للشراكة مع الأمم المتحدة منذ 2007، حتى كان آخرها إطار للتعاون ما بين 2018-2022، والذي من خلاله تم تحقيق أهداف تالية: التنمية الاقتصادية الشاملة، العدالة الاجتماعية،
استدامة الموارد الطبيعية والبيئية وتمكين المرأة من خلال 4 مجموعات عمل منبثقة عن لجنة التسيير المشتركة وبرئاسة مشتركة من خلال الحكومة المصرية والوكالات الأممية المتخصصة. وبالنظر إلى المشروعات والبرامج المنفذة من قبل الأمم المتحدة على مستوى الجمهورية، نجد أن نطاق التغطية يشمل كافة محافظات الجمهورية بما فيها إقليم القاهرة الكبرى، محافظات الدلتا وصعيد مصر وسيناء، بهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وأود هنا أن أخص بالشكر السيدة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة الدكتورة نيفين القباش وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيدة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة على جهودهن خلال رئاستهن لمجموعات العمل خلال الأعوام 5 الماضية، وكذلك السيدات والسادة أعضاء تلك المجموعات على ما قدموه من جهد وتوجيه ودعم للمجموعات الفنية على الأرض في تنفيذ خطط العمل المشتركة بالشراكة مع الوكالات الأممية المتخصصة وشركاء العمل من الوزارات والجهات الوطنية المعنية. الحضور الكريم، اتباعاً للمنهج العلمي والقواعد الدولية ذات الصلة، فقد تم القيام بأنشطة تقييم منتصف المدة والتقييم النهائي للإطار الاستراتيجي المنتهي في عام 2022 بهدف الاستفادة بشكل أكثر شمولية خلال الإعداد والتصميم والتنفيذ للإطار الاستراتيجي الجديد لهذه الشراكة، حيث صدرت 6 توصيات رئيسية على النحو التالي: أولاً، البناء على النتائج المحققة. ثانياً، التعاون والتنسيق بين الوكالات الأممية من أجل تفادي التكرار في الأنشطة والمشروعات Inter-Agency Support. ثالثاً، التخطيط والتنفيذ المشترك. رابعاً، تعزيز الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. خامساً، تعزيز استدامة الأثر الإنمائي من خلال المشروعات المتكاملة Fully Fledged Projects. سادساً، تعزيز الاستثمارات المرتبطة بالتنمية المستدامة. وسوف تعرض بعد قليل شريكتي السيدة إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر بعض النتائج المحققة خلال الفترة من 2018 وحتى 2022. ووصولاً إلى الإطار الاستراتيجي الجديد الذي نحتفل بإطلاقه اليوم، أود الإفادة بما يلي. أولاً، يمثل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية أحد أهم مخرجات إجراءات تطوير الأمم المتحدة، والتي تم إطلاقها عام 2017 بهدف دعم البلدان في معالجة التحديات والأولويات الإنمائية الوطنية واستغلال الفرص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق وعد الأمم المتحدة بعدم ترك أحد خلف الرقب. ثانياً، يتسق هذا الإطار أيضاً مع خطة عمل الحكومة المصرية فيما يخص تعزيز الشراكات متعددة الأطراف وكذلك جهود تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري. وتقدر الإشارة هنا إلى أن وزارة التعاون الدولي قد قامت بمطابقة محفظة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بهدف التمكين من تتبع مسار التنمية في مصر. ثالثاً، ومتابعة للمشهد الإنمائي الإقليمي والدولي، فقد استند تصميم إطار التعاون الجديد على عدد من المعايير والمقاييس، وهي الحرص على تضمين الأولويات الخاصة بكافة الجهات الوطنية المشاركة، التنسيق والتكامل بين تلك الأولويات وبرنامج عمل الحكومة المصرية، التكامل مع المبادرات الرئاسية، نتائج تقييم الإطار الاستراتيجي السابق كما ذكرت سابقاً، تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتكامل بين الاستراتيجيات والبرامج القطرية الخاصة بمختلف الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الإنمائية. وهنا أود أن أشير إلى أن المشاورات الوطنية والتنسيق على مستوى القطاعات قد استغرق قرب 2 منذ انطلاق خارطة الطريق في شهر مايو 2021، وقد شارك في المشاورات العديد من الجهات، وتم عقد العديد من ورش العمل مع كافة الأطراف ذات الصلة، تضمنت أكثر من 40 شريكاً وطنياً، 28 شريكاً أممياً، بعثت مصر الدائمة للأمم المتحدة في نيويورك، القطاع الخاص، شركاء التنمية، المنظمات غير الحكومية، والتي لها دور كبير في الوصول لكافة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر. الحضور الكريم، يتسق هذا الإطار مع أهداف العديد من المبادرات القومية، مثل الاستراتيجية القومية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية 2030. وكما تتابعون حضراتكم،
أود الإشارة إلى اتساق أهداف الإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يتم تنفيذ قرابة 400 مشروع من جانب وكالات الأمم المتحدة في كرة حياة كريمة لخدمة أكثر من 1.5 مليون مواطن. الحضور الكريم، إن ما استعرضته مع حضراتكم بهدف لتوضيح أثر ما نقوم به من مجهود وطني في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وشركاء التنمية في صورة منح وكذلك من خلال برامج الدعم المؤسسي، وهو أمر نثمنه ويجب تعزيزه والبناء عليه لدعم مصر لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي ضوء ما سبق، فقد توصلنا إلى الإطار الاستراتيجي الجديد والذي يتضمن 5 مجموعات للنتائج وفقاً لكل محور من المحاور التالية: التنمية الاقتصادية الشاملة، العدالة الاجتماعية، استدامة الموارد البيئية والطبيعية، الحوكمة الرشيدة، تمكين النساء والفتيات. وكما تتابعون، تم القيام بالمطابقة بين الأهداف والمخرجات الرئيسية لهذا الإطار الاستراتيجي. وأود هنا أن أتوقف للحظات أمام المحور الخاص بتمكين النساء والفتيات، والذي حرصت الحكومة المصرية والمجلس القومي للمرأة على ضرورة استدامته ووضعه ضمن الإطار الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة لاستكمال جهود الدولة للعمل على ضمان وبحلول عام 2027 أن تحصل النساء والفتيات على حقوقهن كما هو منصوص عليه في الدستور المصري. وأتوجه بالشكر للأمم المتحدة على استجابتها ودعمها في هذا الخصوص. وختاماً، يتجاوز هدفنا هذا الحدث بالتحرك قدماً نحو حسن التنفيذ وتحقيق الأهداف وتعظيم العائد، ونسعى جاهدين للبناء على الدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تكرار ما تم تنفيذه ونقل التجارب إلى الدول النامية والأقل نموماً ودعم تعاون الجنوب-جنوب. ولقد كانت فعاليات أسبوع الأمم المتحدة التي شاهدناه خير مثال لما يبذل من جهود في هذا الخصوص وبالتعاون مع الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة. وإذ أنتهز هذه الفرصة لأن أتقدم بسيادتكم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى، الزميلات والزملاء وزراء الحكومة المصرية، المنسق المقيم للأمم المتحدة، سفراء الدول الصديقة والشريكة، السادة المحافظين لمحافظات مصر، المديرين والإقليميين للوكالات الأممية وشركاء التنمية، وكل ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، بخالص الشكر والتقدير والامتنان على تشريفكم لنا اليوم، ونتطلع إلى البناء على التعاون المشترك في العديد من الموضوعات التي تعزز مسار مصر في تحقيق التنمية المستدامة، كما نقدر تعاونكم المستمر خلال مراحل التنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة خلال 5 سنوات القادمة نحو تعاون إنمائي فعال ومستدام. شكراً جزيلاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.